يسأل ويقول: حدثونا عن التيمم، وهل تكفي ضربة واحدة لمسح الوجه والكفين؟ جزاكم الله خيرا. التيمم هو قصد الصعيد الطيب عند عدم الماء أو العجز عن استعماله ليتطهر به، فإن الله سبحانه وتعالى جعله بديلا عن الماء عند عدم وجوده أو العجز عن استعماله لمرض ونحوه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، إلى قوله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. فالله جعل التراب والصعيد الطيب عوضا عن الماء في التطهر به في هذه الحالة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وفي رواية: وجعل ترابها طهورا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. وكيفية التيمم أن يضرب بيديه الأرض ثم يمسح وجهه بباطن أصابعه، يمسح وجهه بباطن أصابعه وكفيه براحته ضربة واحدة، يقسمها بين الوجه وبين الكفين على الصفة التي ذكرناها. هذا هو الراجح في صفة التيمم، أنه ضربة واحدة يقسمها بين وجهه وكفيه. وإذا ضرب ضربتين، ضربة يمسح بها وجهه وضربة يمسح بها كفيه، فهذا أيضا مشروع وجائز، لأنه ورد به بعض الأحاديث، ولكن الصفة الأولى أصح وأرجح. نعم.